حياتك؟ بطل حياتي؟ سؤال غريب شوية. القهوة. مفيش. كان والدي الله يرحمه. بطل حياتي يعني في المستقبل إن شاء الله أكيد ماي بيست فريند. اللي هو مين باي بيست فريند؟ اللي هو ماي كلاس ميت في الكوليدج بتاعتي. ده إنجليزي دي يا مرسي. بطل حياتي أنا. أنا. لا ممكن اقول والدي الله يرحمه، مامتي، دكتور زغلول النجار، انا مراتي طبعا. فيش اي حد بطل في حياتك؟ يعني كلها حاجات خرافيه مش حقيقيه يعني، فكلها افلام يعني، حتى الواقع ناس مش مصدقين تاريخهم. شايف فيها البطوله في ايه؟ القهوه ديت هي انستي يعني، هي حياتي كلها. كان ان هو كان شخصيته كويسه وكان بيتعامل مع الناس كويس وبيخدم فيهم وكده. البطوله في يعني ان احنا طول ما احنا عايشين في البلد ديت لازم يكون في بطل جواك، هو ده البطل. انا بحاول اخرجه. ربيتني كويس، كانت دايما بتحاول تساعدني وانا صغير. هي برضه تعرضت لمرض وكده وتحملها والدنيا كويسه معايا يعني، الحمد لله بطله بجد يعني. تقدر يواجه مثلا الحاجات اللي بتقابله او كده؟ بتقول ان حد يفهمني، ما اقعدش ان انا اشرح كل حاجه واقعد اشرح وجهه نظري وكده. الفكره الحته دي بتضايقني جدا. الكفاح اللي كافحه صغير وقدر يغير حياته 180 درجه، وقدر يعيشني العيشه الحلوه اللي انا عايشها دي.